الفرز الجديد ده شناوي؟ مش عارف. هي مش كانت المفروض تيجي تعمل معاك انترفيو الاول يا بوس؟ اسمك ايه يا مستجد؟ مستجد؟ ما تحترم نفسك كده وتخليك مؤدب. الله الله الله، هو ينفع كده؟ وانت مالك انت؟ انا اسمي ايه؟ انا مالي؟ انت مالك؟ انت تصاحبني؟ الله الله الله، دي طلعت عصبيه قوي يا بوس. عصبيه على نفسك يا ماما. فين؟ ابني فين؟ ابني فين؟ ابني فين؟ ما تقلقيش يا طن، هو ان شاء الله هيبقى كويس. هو ايه اللي حصل؟ مفيش يا جهلين، ده ولد عاكس. دينا وبعدين؟ دينا تاني؟ تاني؟ انت يا بنتي عايزه مننا ايه؟ مش كفايه انه اترفد من المدرسه بسببك؟ هتعملي فيه ايه تاني؟ هتموتيه؟ انت تبعدي عن ابني خالص، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر يا مس. ايه دي يا جيلين؟ احنا مقدرين اللي حصل. طب الحمد لله بقى ان انتم مقدرين. ابعدوا عننا خالص، ابعدوا عن ابني خالص. يا طنط كده كده ميزو عمل اللي اي واحد فينا يعمله لو اتحط في نفس الموقف. بس يا سامي، بس محدش يتكلم معايا، اطمن على ابني لهم. يا سامر الاخبار؟ في العمليات بقاله ساعة. طب العيال اللي ضربوه؟ مقبوض عليهم وبتحقق معاهم. استنى يا مستر، سيبها دلوقتي لوحدها، هي مش طايقه حد. الله يكون في عونها. انا هروح اخد بخاطرها، مش هطول. لازم برضو تحس ان احنا جنبها. يا جلال الاخبار؟ طمنيني، ميزو هعمل ايه؟ انت بتعيط يا ارشميدس؟ لا لا لا، تمام تمام. طب خلاص ان شاء الله هيبقى كويس. أنا ما كنتش أعرف إني بحبه أوي كده يا جلال. الله يخليك يا أرشميدس. كفاية بقى، أنا فيا اللي مكفيني، حرام عليك. يا جدعان كوباية مية لو سمحتم، مش كده. طب يا رب ابني، يا رب ابني.